الحصول على جهاز يقرأ المؤشرات الحيوية للجسم هو أحد أحلام الرياضيين، والشاب الكويتي الطموح عبدالله الصيرفي حقق هذا الحلم من خلال اختراع جديد يواكب التوجه العالمي لاستخدام الآلة في كل المجالات. السنسر اللي موجود هنا حول منطقة الصدر ومنطقة القلب تحديداً راح تقرأ نبضات القلب، والسنسر اللي موجود داخل الجهاز راح يقرأ مجموعة من الحركات اللي راح يقوم فيها الصدر، فبالتالي راح يعرف عدد مرات التنفس وكمية الهواء اللي قاعد يدخل في الصدر بناء على أقصى شهيق وأقل زفير قاعد يفرزه الممارس أو المستخدم. راح تستنتج مجموعة من النتائج، ومن خلال هذه النتائج راح تعطي توصيات ترسلها أو يرسلها هذا الحزام للأبليكيشن اللي موجود على الساعة الذكية، وراح يعطي توصيات لزيادة أو تقليل الجهد اللي قاعد يقوم فيه اللاعب خلال الوقت الفعلي لممارسة الرياضة. فكرة الاختراع جاءت لعبدالله الصيرفي من رحم دراسته الدكتوراه في العلوم الرياضية، حيث لاحظ وجود ثغرة في الأجهزة الرياضية يمكن سدها بالعلم. أغلب الأشخاص اللي يدربون المتدربين ما يتوجهون لمجال الاختبارات وتقييم الأداء وتقييم المستوى، وهذا الشيء خاطئ لأنه راح يعطي الممارس توجيهات ما تتناسب مع قدراته. الطموح والإصرار هما المحركان الرئيسيان لعبدالله الصيرفي في الوصول نحو هدفه. عبدالله يرى أن الذكاء وحده لا يكفي. أنا مؤمن بهذه النقطة، لأن دائما احنا نفكر أن الشخص الذكي هو اللي راح يوصل في حياته، ولكن الشخص الذكي بس يبلش يمارس الحياة الواقعية راح يمل أو راح يوقف، ولكن الشخص العنيد اللي أنا يمكن أوصفه أنه هو عنيد بس هو فعلياً هو اللي عنده إصرار، اللي عنده إصرار حتى لو ما كان ذكي راح يقدر يلاقي السبل والطرق أو الناس اللي تساعده عشان يوصل حق هدفه.